انا فتحت النهارده وقلت يا ريت ما فتحت، مش مستفاد حاجه ولا انا ولا عمالي. الشغل بتاع المطرح 90% ناقص. 25%؟ اصلا ما فيش 25% هيجي يقعدوا. 25% دول ما فيش، يعني واحد اثنين ثلاثه بالكثير قوي قوي. لا حتى المفروض تبقى 50%، يعني قبل كورونا كان كويس وكانت الدنيا حلوه، بعد الحظر وكورونا الحكومه منعت الشاش في القهاوي، ما بقى يجوا يشتروها من عندهم يقعدوا في البيت يشربوها. عرق الصناعي انا هدفع من جيبي طبعا، ضرر كبير يعني. منعوا الشيشه عن القهاوي، مش جايبه حتى حق الغاز اللي مولعينه من الصبح، ما جيبش همها. انا زودت عليها روح لغيري، انا عامل باتش شاي ب 4 جنيه غيري بيعملها ب 3 جنيه، لما انا اقول له النهارده 5 جنيه هيسيبني واقعد عند غيري. ما هو الشاي ب 3 جنيه هنقول له الشاي ب 5 جنيه، الناس هتجيب منين؟ الناس تعبانه اصلا. لا مفيش اسعار زادت في الاطعمه ولا المشروبات خالص. 25% دوت احنا نقبل ان هي تبقى 50% و60% و70%، ده كله يتوقف على التعامل من مكان نفسه في الفتره الاحترازيه.